لفريق نادي الهلال. هنا من الاخوات السعوديات، شوف 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 لبسنا كيف يا زين الحشمه، والله يا زين الحشمه. عباه والنقاب والزي، ما تملك انك تشاهد وحده بهذا المنظر الا ان تحترمها. كره اماميه للعربي، البعض يقول لك الموضه، شو من موضه؟ فكونا بلا السوالف هذه والموضه والحريه وبعض السوالف هذه اللي ما لها داعي. هيبه الحرمه بحشمتها وبحيائها، لانها اغلى شيء عندنا، فبالتالي تكون بهذه الطريقه. بعض اللي يدعي يعني انها متحضره وعلى اخر موديل قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم. هذه الايه عبره عظيمه لمن يريد ان يتفكر وان يشغل عقله.